أشكر قناة WBC على هذه التغطية اللي جات اليوم باش دير تغطية حول التراث مدينة طهران بمناسبة يوم الوطني للتراث، وهذه اللي قامت بها جمعية الازدهار الثقافي الذي تؤسسها السيدة ونان فتيحة، نشكر عليها يعني على هذا الدعوة. وفي نفس الوقت كانت قاعدة وهرانية مع الشعراء اللي كل واحد عطى الكلمات نتاعو، وكل واحد عطى مقاطع من القصائد من شعر الملحون. وحاجة اللي مستني اليوم عندي تكريم من هذه الجمعية وسلمها لي الشيخ بن شيخة، هذا الأسد اللي يمثل مدينة وهران، نهديه إلى كل اللي فان توعي، ونهديه أيضا إلى قناة WBC. وأشكر هوارق الدار دائما في القمة ودائما في التغطية، نقول لك موفق بإذن الله. فإذا نقول لكم في المرة الجاية إن شاء الله ترقبوا الجديد، الأستاذ شايلة بشير سفير تراث لباس الوهراني وشاف الطبخ الجزائري وفنان مؤدي. تحياتي وأشكر كل قناة WBC. مع السلامة، ومع هذا الطربوش في العالم الجزائري دائما نقولكم وان توتري فيفا لالجيري. اليوم بدار ثقافة زدور إبراهيم القاسم قامت جمعية الإزدهار الثقافي والفني بتظاهرة حول شهر التراث تحت شعار قعدة وقمنا، حضروا فيها أدباء وشعراء وفنانين، وحضرنا أيضا سفير اللباس شايلة البشير، وكان تجاوب كبير مع الجمهور والحمد لله. فاتوا شعراء وكذلك مع مسرحية وكانت ما شاء الله. معكم الشاعر العربي الأزرق في الشعر الشعبي من ولاية خليزان، جينا نأدوا رسالة هنا في بمناسبة شهر التراث. وعلى كل حال الشاعر لما يعني ما يحس بروحه باللي ما تعبش، يعني لما يأدي رسالة وأبيات باختصار، كنا مفركتين شايب وشباب، لا زيارة ولا ملتقى، ثقافة كانت لنا سباب دارت بيناتنا هذا اللقاء، درنا فيها أصدقاء وحباب، ونتمنى وما تكون الفرقة، واللي هو علينا غاب تضحى قلوبنا عليهم شوقة، الولف سهل والفراق صعاب، من غاب وحبابه واش ليه يبقى. رحيم السيدة سلمى رئيس جمعية النشاطات الجواري للشباب والإبداع، ارتأينا إلا أن نشارك جمعية الازدهار الثقافي في إحياء التراث الوهراني إن شاء الله، وكما أحيته جميع الجمعيات وجميع الفعاليات المجتمع المدني بطريقتها الخاصة وكل على حذاء. كان شرف لنا حضور بدار الثقافة زدور إبراهيم لولاية وهران. قامت جمعية ولاية وهران فنان الازدهار بعرض من تراث ولباس تقليدي اللي هو كان سيد بشير شايلة، وكذلك تاني كانوا فيها شعراء فنانين الله يبارك. ونشكر تاني قناة WBC اللي هو السيد هواري قدار، نقول لك بارك الله فيك. فرحانين بالأعمال الشيقة اليوم، كان حضور الجمهور كان كبير، كنا فرحانين، شعراء فنانين الطقم كانوا رجال خفاء وكانوا صحفيين. اليوم الحمد لله التراث تاعنا مازال يبقى الى الاجيال ان شاء الله، وربي يحفظ لنا الهواري قدار، ربي يحفظها ان شاء الله كالانسان ما شاء الله. وقف معنا نطلبوا ان شاء الله هذه البلاد هذه وهران تكون اللي يدخلها يجي فرحان، واللي يخرج منها يروح فرحان، وبارك الله فيكم. ربي يكون معنا وصلنا المي